اهلا وسهلا بحضراتكم جماهير الاهلي، اعظم جماهير في الكون. حلقه جديده من الاهلي في المونديال ان شاء الله يوم الاربعاء، اولى المباريات او مباراه نصف النهائي ما بين النادي الاهلي ونادي ريال مدريد. مباراه كبيره ما بين الاهلي وريال مدريد ينتظرها الجميع، الكل في انتظار هذه المواجهه، مواجهه الكبار، عشان نشوف فريقنا اللي مشرف مصر والمصريين نادي القرن في افريقيا، وهو بيلاعب نادي القرن الاوروبي نادي ريال مدريد. النهارده في الاهلي في المونديال هنتابع كل كبيره وصغيره تخص معسكر الاهلي، وكمان كل ما يخص اخبار البطوله. وزي ما وعدت حضراتكم من يومين، قلت لكم ان هو ان شاء الله هيكون هناك تعاون مشترك ما بين قناه النادي الاهلي وقناه ريال مدريد. بدايه التعاون كانت النهارده. الحقيقه انا بشكر الجميع على أو كل من ساهم في تواجد هذا الأمر على شاشة قناة النادي الأهلي، أو تواجد كواليس النادي الأهلي على شاشة قناة ريال مدريد. أنا بشكر زميلنا طبعا عمر البنوبي لأنه كان له دور في هذا الأمر. فالحقيقة النهاردة بداية هذا التعاون المشترك اللي ما بين قناة النادي الأهلي وقناة ريال مدريد. بعد قليل إن شاء الله هنعرض لحضراتكم، احنا طبعا كل يوم بنعرض لحضراتكم كواليس النادي الاهلي وما يحدث في تمرين النادي الاهلي، ولكن النهارده بقى هنعرض لحضراتكم يعني حوالي دقيقه كده من تدريب ريال مدريد او التدريبه الاخيره لنادي ريال مدريد اللي كانت في مدريد او قبل السفر الى المغرب. وايضا هنعرض لحضراتكم لحظات وصول اللي هي كانت منذ قليل، يعني لحظات وصول فريق ريال مدريد الى مطار مدريد عشان يركبوا الطياره ويسافروا على الرباط في المغرب. دي ثمره التعاون ما بين قناه النادي الاهلي وقناه ريال مدريد. ارحب بصديقي العزيز ونجمنا الكبير الكابتن هاني رمزي. كابتن هاني مساء الفل عليك جمال. يا اسلام، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي. يوم جديد ويعني ليلة سعيدة جديدة في الأهلي في المونديال. الحقيقة الخبر اللي كابتن إسلام قاله خبر يسعد المصريين كلهم. الحقيقة لما يكون شراكة ما بين قناة النادي الأهلي وقناة ريال مدريد العملاق يعني الأوروبي، دي حاجة تشرف كل المصريين، وخاصة جماهير النادي الأهلي اللي هتتابع وتشوف تدريبات ريال مدريد على قناته. وكمان خلي بالكم ان كمان جماهير ريال مدريد تقدر كمان بتشوف كواليس وتدريبات النادي الاهلي. فيعني بنتكلم على شراكه ما بين زي ما بقول ودايما يعني الكبار، العمالقه، العملاق الافريقي مع العملاق الاوروبي، في شراكه يعني مميزه جدا 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 ما بين قناه النادي الاهلي وقناه ريال مدريد. الحقيقه يعني كل يوم النادي الاهلي بيثبت على يعني بعيدا عن المستطيل الاخضر ان هو كمان رائد في كل المجالات. احنا بنتكلم على شراكه، بنتكلم على تعاون، بنتكلم على انتشار كبير جدا جدا لشعار النادي الاهلي. لك ان تتخيل هيكون موجود شعار النادي الاهلي على قناه ريال مدريد، قد ايه المتابعه، قد ايه المشاهده على هذه القناه، وشعار النادي الاهلي متواجد على قناة ريال مدريد، وكذلك شعار ريال مدريد متواجد على قناة النادي الأهلي. الحقيقة زي ما بنشوف ده القناة كابتن هاني معلش واحد لا هات لي اللقطة اللي فاتت كده، هي مش من عندنا أنا عارف، ولكن هات لي اللقطة اللي فاتت. هو ده كهرباء على قناة ريال مدريد صح؟ يعني أيوة بالظبط. يعني كهرباء أول صورة وهو بيجري على قناة ريال مدريد. وزي ما شايفين حضراتكم دي قناة ريال مدريد الرئيسية، وبتعرض تدريبات النادي الأهلي، بتعرض وبتشوف وادي كهرباء ما شاء الله منور مدريد كلها ومنور منور كاس العالم كله، منور كاس العالم كله. وبالتالي زي ما بقول لك دي على حتى لو في نجاحات على مستوى المستطيل الاخضر، هذه الشراكه كمان على مستوى انتشار شعار النادي الاهلي. لك ان تتخيل كم عدد المشتركين او اللي بيتفرجوا على قناه ريال مدريد، ملايين الملايين بتواجد شعار النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين على اليمين شعار النادي الاهلي وقناه نادي الاهلي، وبالتالي نجاحات كثيره جدا. وكل ما بنقول ان النادي الاهلي فعلا في حته تانية الناس بتزعل، لكن فعلا النادي الاهلي في حته تانية. النادي الاهلي دايما بيبص للكيان، دايما ابنائه بيشتغلوا لمصلحه الكيان بدون النظر عن اي حاجه. تاني بشكر عمر البنوبي كمان لانه مجتهد جدا ويعني من الشخصيات المميزه وعنده علاقات جيده جدا، وبشكر كل القائمين على هذا العمل. الحقيقه ده فخر لينا جميعا
خلي بالكم كمصريين، لان النادي الاهلي دايما بيقولوا النادي الاهلي المصري، ما بيقولوش النادي الاهلي بس ويسكتوا. وبالتالي يا كابتن اسلام بقول لك مبروك طبعا. مبروك طبعا. مبروك لقناة النادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي هذه الخطوة، انا بسميها الخطوة الفنية الاستثمارية الهائلة في انتشار شعار النادي الاهلي على مستوى اوروبا عن طريق طبعا قناة كبيرة جدا، قناة ريال مدريد.